الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا. من يرى في منامه أنه يقفز من الطائرة في المنام، والله أعلم علامة على التعب الشديد بغرض تحقيق الأحلام، والله أعلم. القفز من الطائرة من مكان عالي في المنام علامة على اقتراب موعد الزواج لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أنها تقفز هي وأبناءها من الطائرة، والله أعلم علامة على اتخاذ القرارات الصحيحة. إذا رأى الرجل أنه يقفز من الطائرة مع امرأة جميلة في المنام، علامة على سماع أخبار جيدة الفترة القادمة. حلم المرأة الحامل أنها تقفز من الطائرة في المنام، علامة على تحقيق الأحلام والطموحات، والله أعلم. من رأى في منامه أنه يقفز من نافذة، والله أعلم، علامة على النجاح والوصول إلى الأحلام. حلم الشخص يقفز من نافذة مرتفعة للغاية في المنام، علامة على طموحاته الكبيرة التي يحاول الوصول إليها. السقوط والقفز من النافذة في المنام علامة على التسارع في اتخاذ القرارات، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقلل من نافذة مرتفعة ومنخفضة في المنام، علامة أن لديه هدف واضح، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقفز بالمظلات في المنام، علامة على حظه السعيد. حلم القفز بالمظلات في المنام تكون إشارة على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها صاحب الرؤيا. من يرى في منامه أنه يقفز بالمظلات بعيدا عن الأرض في المنام، علامة على طموحاته الكبيرة. حلم القفز بالمظلات في المنام علامة على تيسير الأمور والأحوال. من يرى في منامه كأنه يسقط من مكان مرتفع إلى البحر وكان خائفا، والله أعلم، علامة على معاناته من العديد من الأمراض. حلم الخوف من القفز في المنام علامة على الضرر الذي سيحدث إليه الفترة القادمة. رؤية الخوف من القفز في المنام على الأقارب والأصدقاء الغير جيدين، يعني اللي بيخاف اللي هو يقفز يبقى عنده أقارب وأصدقاء غير جيدين، والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الخوف من القفز من مكان مرتفع في المنام دليل على الأشياء التعيسة التي ستحدث في حياته الفترة القادمة. حلم المرأة المتزوجة أنها تقفز داخل المسبح علامة على انفصالها عن زوجها، والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقفز داخل المسبح حمام السباحة يعني وينقذ نفسه بعد ذلك من الغرق، علامة على انتهاء الأزمات والمشاكل، والله أعلم. تدل رؤية القفز داخل المسبح في المنام دليل على الفرص التي سيحصل عليها صاحب الرؤية الأيام القادمة، والله أعلم.